هل يمكن لكم تقديم تفسير مبسط للشعب الدولية حتى يفهم مع الآباء والتلاميذ الذين ليست لهم فكرة عنه؟ هو كما قلت أن الشعب الدولية هي أولا اختيار، وحين نقول اختيار معنى أن جميع العمليات المرتبطة بالتوجيه بالأورينتاسيون تسمح للمتعلم بأن يختار بناء على قدراته، بناء على كفاءته الخاصة، أن يختار هذه الشعبة، وهي شعبة لم تعد كما كنا نعتقد دائما بأن شعبة للنخبة، لا ليست شعبة نخبوية، سي با une section pour l'élite، ولكن هي في نفس الوقت عم تتطلب قدرات لا تتوفر بالنسبة للجميع. هي باختصار هي شعبة تسمح أولا للمتعلم بأن يمتلك كفاية تسمح له بنقول، يمكن أن نقول إنها كفاية مزدوجة، من جهة لأنها تسمح بامتلاك نسق اللغة العربية ونسق اللغة الفرنسية، بالتالي يمكن للمتعلم أن يكون أن يحس بنوع من السلاسة في الانتقال من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. الشعبة تسمح له أيضا بتكوين ثقافة مزدوجة، ثقافة في اللغة العربية وأيضا في اللغة الفرنسية، بما تعني هذه الثقافة من تعدد، من تنوع أيضا. وهي شعبة بطبيعة الحال عكس ما كنا نعتقد، هي مؤطرة أيضا كاللغة الأولى واللغة الثانية بالإطار المرجعي الأوروبي الموحد للغات، الذي يؤطر تدريس جميع اللغات، يؤطر الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، جميع اللغات. وبالتالي فالمستوى المستهدف نعم هو حسب الإطار المرجعي هو السي، لو نيفو سي، وهو ولكن سي ان بمعنى متعلم قادر على فهم جميع انواع الخطابات بدون اشكال الى اخره. ولكن عكس ما كنا نعتقد، نعم قد تتطلب بعض الجهد، ولكن جهد مفيد جدا بالنسبه لتكوين المتعلم. وهنا يجب ان نميز بين ان نتعلم للتعلم للتكوين والتعلم فقط من اجل النجاح، لانه يمكن ان نحصل على الاثنين معا بالنسبه للشعبه. اذا هي شعبه اذا اردنا تسمح لنا بهذا الانتقال بين اللغتين، بين الثقافتين، وايضا الحوار، امتلاك نوع من القدره على اجراء نوع من الحوار بين اللغتين وبين الثقافتين. ولهذا اعتقد انها ايجابيه جدا بالنسبه للمتعلمين.